بلقاه بلقاه. نعم شكرا. نقدر نشاركه على الصفحة تاعنا يبدو لي. أكيد شكرا. طبعا. خلاص نحن الآن على اللايف. مساء الخير على الجميع من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية عبد الرحمن بن حميدة بولاية بومرداس. نلقاكم مرة أخرى في ندوة جديدة حول نيتش، هذا الاسم الكبير الذي قام يعني بتحولات كبرى في تاريخ الفلسفة الأوروبية، مثل ما كانت له أيضا تأثيرات كبرى في الفلسفة العربية أو على الفكر العربي بشكل عام. نستضيف هذا المساء الدكتور عبد الرزاق بن العجروز، وهو يعني غني عن التعريف. نبارك له مرة أخرى أيضا من المكتبة وباسمي أنا شخصيا عبد الله العيساوي في الجائزة أو جائزة الشيخ زايد، وهي جائزة كبرى في مجالات متعددة، في مجالات الفكر والإبداع، في أيضا مجالات الترجمة وشخصية العام. مبارك للأستاذ في بمناسبة فوزه بهذه الجائزة عن فرع المؤلف الشاب، هذا عن المؤلف الشاب أستاذ بعد. نعم، ونرحب بهم. الله يبارك الأستاذ، ما زال شاب وما زال العطاء يعني. نعم، ونرحب به مرة أخرى وأشكره يعني بصفته الشخصية، وتشكره أيضا المكتبة على تلبية الدعوة وعلى إثراء أو إثارة هذا الموضوع المهم نيتش، أو في كتابه الموسوم بهكذا تكلم زرادشت. لا يمكن بالطبع الخوض في تفاصيل هذا الكتاب في حضور الأستاذ، فقط أود الإشارة على أنه كان هناك تفاعل من الكثيرين حول موضوع الندوة. يبدو أن الندوة هذه المرة ستكون، أو أتمنى أن تكون فيه الكثير من التفاعلات حول هذا الموضوع. أيضا أشكر أيضا الأستاذة ربيحة حدور على اهتمامها أكثر يعني بهذا الموضوع، وعلى قراءتها للكتاب ويعني واستعدادها القبلي لمناقشة هذا الموضوع. أحيل الكلمة إلى الأستاذة ربيحة حدور. مساءكم سعيد، أحيي الجميع تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة ندوات مكتبة بن حميدة. أسعد كثيرا اليوم باستضافة الدكتور عبد الرزاق بن عجروز لمناقشة موضوع فلسفة نيتشه وكيف تلقى العرب هذه الفلسفة. مرحبا بك دكتور، وشكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة. مرحبا بكم، شكرا لك أستاذة ربيحة حدور، وشكرا أيضا للأستاذ عبد الوهاب عيساوي، وبدوري يعني أهنئه على فوزه بالجائزة أيضا، فهو مكسب للجزائر وللثقافة الجزائرية، وأيضا تحية إلى المكتبة الرئيسية في بومرداس، ولها كل الشكر على هذا النشاط المتجدد الذي هو نشاط معرفي فكري له العديد من المتابعين والمنشغلين بما يطرح من أفكار ومفاهيم. وشكرا لك أنت مرة أخرى على هذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون لقاء مثمرا وماتعا. لا أشك في ذلك أستاذنا الفاضل. ندوتنا اليوم كما سبق وأعلنا عنها عن نيتشه، وطبعا أبدأ بالسؤال الذي قد يطرحه أيا كان، وهو يصادف كتاب هكذا تكلم زرادشت، لماذا اختار نيتشي تحديدا زرادشت النبي مؤسس الديانة الزرادشتية؟ ونحن نعلم أن نيتشي ضد فرض الأخلاق وبعض القيم على الإنسان،
بينما زرادشت كمؤسس للديانة الزرادشتية هو منظم وداع إلى الالتزام بتلك القيم الأخلاقية. تفضل أستاذ. نعم، أكرر كما قلت الشكر مرة أخرى، وأعتقد بأن نيتش هو من الفلاسفة المعاصرين الذين أصبحت تقسم الفلسفة إلى، إذا كانت يعني نهاية الفلسفة الحديثة كانت مع الفيلسوف الألماني هيجل لحظة وفاته في سنة 1831، فإن بداية الفلسفة الحديثة أو عفوا بداية الفلسفة المعاصرة وفتح دروب ما بعد الحداثة تعد أو يعد نيتش العلامة السائدة على هذا التحول، نظرا لأن الأسئلة التي طرحها نيتش أو كما يسميها البعض بالسائل الكبير هي أسئلة ليست أسئلة معهودة في تاريخ الفلسفة، وإنما هي أسئلة تمارس النقد بمعنى جديد، فهو نقد لا يبحث في قيمة الأفكار والمفاهيم، إنما هو نقد يسائل المبادئ الأصلية للتفكير كقيمة العقل وقيمة الحقيقة وقيمة المعرفة. لذا يأتي اهتمامنا بهذا الفيلسوف انطلاقا من مركزيته وانطلاقا من علامة الاستفهام الرهيبة التي طرحها نيتش على الموروث الثقافي الغربي ككل. فلماذا فيما يتعلق بسؤالك، لماذا اختار نيتش هذا النبي الفارسي لكي يعتبره كشخص مفهومي كما قال عنه جيل دولوز، شخص مفهومي يعبر من خلاله عن فلسفته وخاصة في كتابه هكذا تكلم زرادشت، وهو كتاب الذي يعبر بشكل مكثف عن فلسفته أو كما سماه عن نبوءته الجديدة. فلأن نيتشه ينطلق في قراءته للفلسفات من مسلمة، وهي أن الفلسفة مهما كانت في أصلها هي نوايا أخلاقية أو لا أخلاقية، بمعنى أن الدوافع الأخلاقية هي الأصل في نشأة الفلسفات، وهي الأصل في تلوين الفلسفات بالمعاني والأفكار. لماذا اختار نيتش زرادشت؟ لأن زرادشت بالنسبة إلى نيتش كان من أكثر الفلاسفة أو الأنبياء وضوحاً، فزرادشت ما هو معلوم بأنه اعتبر بأن صراع الكون هو صراع بين إلهين، فهناك إله الخير وهناك إله الشر. لذا فإن زرادشت أرجع سبب الفوضى وسبب الصراع في العالم كله إلى مبادئ أخلاقية، بمعنى لم يرجعها إلى مبادئ أنطولوجية أو معرفية، إنما أرجع أصل كما قلت الصراع وأصل التعدد وأصل الطيرورة أرجعها إلى مبدأ هو الخير ومبدأ آخر هو الشر. لذا فإن نيتشه أيضا ينطلق انطلاقا من إرجاع كما قلت يعني انطلاقا من تطوير النموذج التفسيري للفلسفات وكذا للاتجاهات الخلقية وللمذاهب والأفكار والسياسات يردها إلى الأخلاق، بمعنى إذا أردنا أن نفهم كيف أقيمت أبعد المزاعم الفلسفية كما يقول نيتش في كتابه ما وراء الخير والشر، فعلينا دوما أن نبحث عن الأصول الأخلاقية التي يراد لها أن تكون أو يراد لها أن تتجسد. فنيتش لا يقرأ الفلسفات قراءة معرفية أو قراءة ثقافية أو قراءة فلسفية، نيتش يرجعها إلى الفلسفات والأخلاقيات والسياسات كما قلت، يردها إلى مبادئ أخلاقية. من هنا أصبح العقل والمعرفة والفنون والثقافات لا تفسر انطلاقا من الفن أو من الثقافة أو من العلم، إنما أصبحت الأخلاق أو القيم الأخلاقية هي التي نعتمد عليها في تفسير لماذا أقيمت هذه الفلسفات أو لماذا أقيمت تلك الأفكار. وهنا يظهر أمامنا سواء الفيلسوف كانت أو هيجل أو شيلينج أو فيخت، يقرأهم نيتش باعتبارها مشاريع خلقية تريد إما أن تثبت الحياة وإما أن تنفي الحياة. أيضا عندما رجع إلى الفلسفة اليونانية مع أفلاطون مع أرسطو مع سقراط قرأهم قراءة أخلاقية، نظر إلى فلسفاتهم ونظر إلى مفاهيمهم ونظر إلى اتجاهاتهم الفلسفية نظرة أخلاقية، وبالتالي فهو هنا يعني وجد في زرادشت هذا الوضوح في تفسير الثقافة وفي تفسير حركة الموجودات وفي تفسير بين قوسين كل شيء في الوجود. كيف نفسر؟ لا نفسر بالمعرفة، لا نفسر بالفن، لا نفسر بالثقافة، إنما نفسر بالقيم. لذا فإن السؤال المركزي عند نيتش هو أن سؤال الوجود تبتلعه أو تستوعبه سؤال القيمة،
من هنا أصبحت القيم عند نيتش هي يعني الوجود قبل أن يكون معرفة، وقبل أن يكون فن، أو قبل أن يتجلى في الثقافة، أو قبل أن يتجلى في الاتجاهات الفنية أو الثقافية أو حتى السياسية، هو مبدأ تقييم، بمعنى أن روح الوجود أو جوهر العالم هو الإنسان، ما سمي الإنسان إلا لأنه يخلق القيم ويفاضل بين الأشياء والموجودات ويرتب الأشياء إلى أعلى وأدنى، أفضل وأسوأ، خير وشر، جميل دميم، وغيرها من الأشياء. وهذه هي المقاربة التي اشتهر بها نيتشه عندما كما قلت أرجع الوجود، أو اعتبر بأن تفسير الوجود يرد إلى مبادئ في التقويم ولا نردها إلى مبادئ في المعرفة. وهنا عندما انتقد كانت وانتقد هيجل وانتقد الفلاسفة، انتقدهم للنظام الأخلاقي الذي يشكل ذواتهم، أو انتقدهم للمبادئ الأخلاقية القيمية التي تعد هي النبتة الأصلية التي انبثقت عنها الفلسفة فيما بعد. من هنا فإن نيتشه كما أشرت واضح، ويقول بأن النوايا الأخلاقية والنوايا غير الأخلاقية هي الدوافع الأصلية في نشأة الفلسفات وفي نشأة الأفكار والاتجاهات. وهنا وجد في زرادشت هذا الوضوح وهذا وهذه الثنائية في إرجاع الوجود إلى القيمة، وليس إرجاع القيمة إلى الوجود. جميل. طيب طبعا نيتشه هو ركز على سؤال القيم والأخلاق، واختار لهذه الأسئلة قالبا قصصيا وأسلوبا سرديا يخالف تقريبا كتبه الأخرى، ويوافق شيء نوعا ما الأسلوب الإنجيلي. إلى ماذا يمكن أن نرجع هذه البنية المغايرة لهذا الكتاب المختلف عن الكتب الأخرى؟ هو يعني أسلوب الكتابة عند نيتشه كما أشرت يختلف عن أساليب الكتابة عند الفلاسفة الآخرون مثل هيجل أو كانت. هؤلاء يتقنون فن البناء المنطقي والاستدلالات النظرية، بينما لجأ نيتشه إلى أسلوب الشذرة لفراغمو. أسلوب الشذرة هناك تفسيرات عديدة، هناك من اعتبر بأن نيتشه يكتب بأسلوب الشذرات وهي عبارة عن التماعات ذهنية وفي قالب قصير وليست نصا طويلا. الكتاب الوحيد الذي يعد أكثر الكتب منهجية في فلسفة نيتشه هو كتاب جينيالوجيا الأخلاق، فقط كان كتاب ينتمي إلى الكتاب المنهجية، وكان أكثر تعبيرا وأكثر إفصاحا عن منهجه وأكثر كتابة بصورة مطولة. الكتب الأخرى كانت بشكل شذرات كما قلت. هناك من يعتبر بأن السبب هو صحي، بمعنى أن نيتشه كان يعني لا يبصر بشكل جيد، وبالتالي صنع، وأنه لا يقدر على الاستمرارية بشكل مطول، وبالتالي صنع من الضرورة فضيلة فأصبح يكتب بهذه الأسلوب. أيضا نيتشه يقول بأن شذراتي مثل أقوال الأنبياء لا تحتاج إلى برهنة، فهو يعتبر بأن البرهان والبحث عن الاستدلالات يعتبره علامة مرضية في الفكر وليست علامة صحية، لأنك لو لم تكن شاكا في مبادئك وأفكارك لما لجأت إلى البرهنة عليها والاستدلال عليها. إذن في الأصل في البناء البرهاني والأصل في بناء الاستدلالات المنطقية والتاريخية والجدلية هو الشك في الفكرة وليس يقين الفكرة. هنا يعتبر نيتشه بأن الكتابة بأسلوب الشذرات هو كتابة بأنني على يعني باليقين في هذه الشذرات وباليقين بهذه الأفكار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن أسلوب الكتابة بطريق القص، أو كما سماه البعض بالجمع بين الغناء والتحليل، أو الجمع بين الشعر والمحتوى، حقيقة يعني كما تفضلت الأستاذة ربيحة أن هناك يعني قبل أن يكون نيتشه معروفا في زمنه كتب عنه أحد الذين يهتمون بفكره، كتب عنه مقال وقال بأن كتاب هكذا تكلم زرادشت هو كتاب يركز كثيرا على الأسلوب، ونصح نيتشه بأن يولي في المستقبل أهمية أكبر إلى المحتوى، في حين أن هذه القراءة هي قراءة سطحية، لأن نيتشه بأسلوب الكتابة أو أسلوب الجمع بين الغناء والتحليل أو أسلوب الجمع بين الشعر والفكر أو المحتوى لا فقط يعني لا 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 ليس فقط كتابة أسلوبية تعتمد على المجازات والاستعارات، أو بعبارة أخرى أسلوب الكتابة الجمالية
لأن نيتشه من جهة أخرى يعتبر بأن الفن هو نموذج أو صيغة من صيغ الوجود، الفن هو صيغة من صيغ الوجود، وبالتالي فالفن يتجلى في الكتابة. فالكتابة كما سماها جيل دولوز بطريقة حربية، كتابة توزع الاتهامات، كتابة تشكك في أسمى الحكماء والفلاسفة الذين نعتبرهم نحن أمثلة على الحكمة وأمثلة على الفضيلة، يشكك فيهم ويردهم إلى انتماءات طبقية وإلى انتماءات اجتماعية، بمعنى أنه يفسر ما هو فلسفي بما هو اجتماعي بما هو أخلاقي بما هو قيمي. إذن أسلوب الكتابة عند نيتش هو أسلوب غنائي، لكن هذا لا يعني افتقاد إلى المحتوى. فكتاب هكذا تكلم زاردو هو قصيدة فلسفية فعلا، ولكنها قصيدة تبشر بديانة جديدة على خلاف الديانة المسيحية واليهودية التي هاجمهما، ويبشر بمحتوى جديد. هذا المحتوى الجديد يختلف حتى عن المحتوى التقليدي. إذا كان هيجل أو كانت أو غيره يكتبون بأسلوب منطقي ويتخيرون الإصطلاحات والمصطلحات النظرية والمجردة، فإن نيتشه يغادر هذا الأسلوب من الكتابة، ولأنه يعتبر بأن الشعر هو الأكثر تأثيراً في إرادة الإنسان، بمعنى أن الكتابة بتلك الأسلوب هدفها ليس إقناع بمفاهيم منطقية خالصة كالعقل الخالص أو الجدل أو الشيء في ذاته أو أنا أفكر عند ديكارت. الهدف هو تغيير الإنسان، وتغيير الإنسان يكون المدخل له ليس عن طريق العقل وإنما عن طريق الإرادة. وهنا يتأثر نيتشه بالفيلسوف شوبنهاور في كتابه العالم كإرادة وتمثل الذي نشره في سنة 1818. فهو الكتاب الذي قال يعني عندما قرأه نيتشه ترك فيه أثر وغير له العديد من المفاهيم. من هذه المفاهيم أن الإنسان ليس عقلاً، ليس أنا واعية كما يقول كانت، ليس أنا مفكرة كما يقول ديكارت، الإنسان نزع نحو الإرادة. وبالتالي فأسلوب الكتابة القصصية الغنائية الشعرية هدفها هو تغيير الإنسان، وتغيير الإنسان يكون بإحداث تغيير في إرادته وليس في عقله. هذا هو سر الكتابة الشعرية، وهي كتابة لا تهمل المحتوى، إنما هي كتابة تعبر عن محتوى جديد ولكن في قالب أو في أسلوب قصصي يتخذ من الشعر ومن المجاز ومن الاستعارة وسائله التي، وبالتالي فهو يرسل الكتابة الفلسفية في نمط جديد هو نمط التعبير الفني الشعري وليس التعبير المنطقي النظري الذي يسكن الإنسان في المفاهيم المجردة ويفصله عن الحياة، لأن لحن الحياة هو الإبداع، هو الإثبات، هو الإنجاز، وليس هو السكون في المفاهيم المجردة والمثالية المطلقة. طيب، أكيد من يقرأ كتاب هكذا تكلم زرادشت ويفهمه كما يجب، هذا إن استطاع الإنسان أن يفهمه لن يقول سوى بما قلته. أكيد فيه كثير من المحتويات وكثير من القضايا التي عالجها، وإن لم يصرح أنه قد انتقد بعض الفلسفات بشكل مباشر. طيب، في الوقت الذي وصف الألمان هذا الكاتب انطلاقا من أسلوبه بأنه شاعر، يتلقاه العرب بشكل آخر وربما اعتبروه فيلسوفا. هل يمكن أن نقول أن العرب فهموا نيتش، أو يمكن أن نقول عرفوا نيتش قبل ذيوعه في الفكر الغربي؟ ثم ما أسباب تلك الشهرة عند العرب؟ نعم، هو في الحقيقة أن نيتش كان يعني في 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 حياته كان لديه هذا الشعور بأن نصوصه أو نصوصه أو فلسفته عفوا لن تستقبل أو لن يرحب بها، وهو كان يقول أريد هذا الأمر، بأنني سيأتي زمن ستتخصص كراسي في الجامعات لقراءة كتابات هكذا، لقراءة كتاب هكذا تكلم زرادشت. نحن نعرف بأنه يعني وفاة نيتش كان في سنة 1900، في سنة 1904 ينشر عنه فرح أنطوان في مجلة الجامعة مقالا يصف فيه هذا الفيلسوف بأنه الفيلسوف نيتشه وفلسفته. يعني في الوقت الذي كان يوصف بأنه شاعر ونصح بأن يولي أهمية إلى المحتوى، فهو يولي أهمية فقط، وصفها البعض بأنها تمرين على الأسلوب، يعني كتاب هكذا تكلم كأنه تمرين على الأسلوب. ففرح أنطوان والفكر العربي عرف نيتشه في هذه المرحلة،
وعرف نيتشه ماذا أبصر فيه، ماذا وجد في نيتشه؟ وجد في نيتشه ما سماه فرح أنطوان بلباب القوة والحماسة، بمعنى أن نيتش معروف بأنه انتقد الأديان، ولكن فرح أنطوان في المقال الذي نشره في سنة 1904 أو في سنة 1909 في مجلة الجامعة كتب عن نيتش بأننا نحتاج إلى نيتش من أجل أن نستخرج من وعينا العربي ما يسميه بلباب القوة والحماسة، لأن خطاب نيتش كان خطاباً حماسياً، خطاباً يخاطب الإرادة، خطاباً يريد أن يغير الإنسان، خطاب يبشر بالثورة على القيم الميتة وكسر ألواح القيم القديمة والتشريع لقيم جديدة. وهنا فرح أنطوان كان واضحاً عندما أراد أن يفصل ما بين نقد نيتش للأديان وما بين دعوته إلى استخراج لباب القوة والحماسة. فهنا نجد حتى في سنة 1909 كان هناك من ألف كتاب حول نيتش وهو مرقس فرج بشارة، مرقس فرج بشارة في سنة 1909 نشر كتاب في حوالي 27 صفحة حول نيتش وتحدث عن نيتش، وكان معجبا كثيرا بأسلوبه في الكتابة وبدعوته إلى تجديد الإنسانية. وهنا يمكن أن نستحضر قول محمد عابد الجابري عندما قال بأن العرب في هذه الفترة كانوا يعتقدون بأن النهضة تتمثل في قيادة الإنسانية، يعني كان نوع من تضخم مفهوم النهضة، بمعنى أن تنهض فهو أن تقود الإنسانية من جديد. ووجد العرب في فلسفة نيتش هذه يعني هذه المعاني الروحية وهذه المعاني التي جعلهم يرحبون به. وأيضا أن نيتش في هذه الفترة قبل أن يجري استخدامه كأسلوب من أساليب التشريع للفلسفة النازية وكذلك الفاشية، كان ما زال نصا لم يعرف يعني ذلك الاستخدام البشع يعني الاستخدام البشع من قبل بعض القراء الصوفيين الرومانسيين وعلى رأسهم أدلر نوزنبرغ، هذا الذي كان يعني من الذين وظفوا نيتش ضمن أفق رومانسي صوفي يحاول أو شكل أرضية للفاشية والنازية. ومعروف أن 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 هتلر قد منح لأخت نيتش إليزابيث شهادة الدكتوراه، وهي قد منحته النسخة الأصلية أو مخطوط كتاب إرادة القوة، ومنح هو شهادة الدكتوراه. إذن فالعرب في هذه الفترة كان بالنسبة إليهم نيتش هو ليس هو ذلك الناقد للأديان، ليس هو ذلك المعرض عن القيم الروحية، ليس هو ذلك الفيلسوف الذي يهاجم بعض القيم الأساسية في الثقافة العربية مثل التسامح مثل الرحمة وغيرها، كانوا ينظرون إليه على أنه مبشر بالإنسان المتفوق أو مبشر بالإنسان الأعلى. وهنا العربي في هذه الفترة يريد أن يستعيد أو يريد أن وجد في المتخيل النيتشاوي لما سماه بالإنسان الأعلى، وجده أنه الصورة التي يريدها العربي. وهنا كانت كما قال فرح أنطوان استخراج لباب القوة والحماسة. فرح أنطوان وهذا الذي ذكرته يعني مرقس فرج بشارة، وهو والد ألفريد فرج المخرج المسرحي المصري، وهذا الكتاب أيضا كما قلت نشر أو طبع في مطبعة دار السلام المصرية في 28 صفحة، يعكس هذا الفهم التوظيفي لفلسفة نيتش. وربما البعض يعتبر أن العرب الذين رحبوا بنيتش في هذه الفترة يعني كانوا يخافون من نقده للدين وكانوا يخافون من نقده للأخلاق، لا أبدا، أنا بالنسبة إلي كانوا أذكياء في هذه الفترة. لماذا؟ لأنهم كانوا أو لأنهم تصرفوا بآليات منهجية، منها آلية الحذف والإضافة، فهي آلية موجودة في تاريخ الفلسفة الإسلامية أن تحذف من النص ما يتعارض مع مقومات الثقافة المنقول إليها ذلك النص. وهنا حذفوا نقده للأديان ونقده واحتفظوا بالمضمون الشعري الثوري، خاصة فكرة الإنسان الأعلى، خاصة تجديد مفهوم الفضيلة، أن ما هو فاضل هو الذي يقوي، ما هو غير فاضل هو الذي يضعف. إذن مفهوم الفضيلة ليست هي تلك القيمة الخلقية التي تسكن في عقول الفلاسفة، الفضيلة هي كل شيء يشعرك بالقوة،
ما هي الرذيلة؟ هي كل شيء يشعرك بالضعف. ما هي السعادة؟ السعادة هي أن أشعر بأنني قد انتصرت على شيء ما، وبأن مقاومة ما قد قضي عليها. إذن فهذه الأفكار أو هذه المعاني التي تعكس دعوة نيتشه إلى ثورة روحية إرادية هي التي وجد فيها العرب الأوائل، وجدوا فيها، ثم استمر بعد ذلك ربما النقاش سيجعلنا نشير إلى شخصيات أخرى، منهم المترجم فيليكس فارس، ثم عبد الرحمن بدوي الذي يعد يعني لفتة مهمة في اهتمامي، ثم فؤاد زكريا وغيره. عفوا أعتذر. نعم، أشرتم إلى نقطة مهمة وهي نقد الأديان. طيب، ينتقد فريدريك نيتشي ساخرا وقائلا: ما أكثر المنذرين بالموت، والعالم مليء بمن تجب دعوتهم إلى الإعراض عن الحياة. ثم من جهة أخرى يقول: لقد عرفت جد المعرفة أولئك الذين يتجلون على صورة الله ومثاله، فأيقنت أن جميع رغباتهم تتجه إلى أن يؤمن الناس بهم ويصبح كل شيء فيهم خطيئة. سؤال الآن: هل حقا نيتشي ينتقد الأديان أم ينتقد أرباب الأديان، هؤلاء الذين يتزعمون أنهم هم من يجب أن يوصلوا إلينا الدين، الكهنة، القساوسة إلى آخرهم؟ أي نعم، يعني عند نيتشه في مسألة الدين هي مسألة حساسة قليلا. هو لابد أن نفهم بأن فلسفة نيتشه لديها ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي ما سماها البعض بمرحلة ميتافيزيقا الفنان، هي المرحلة التي كان فيها واقع نيتشه تحت تأثير فاغنر وشوبنهاور والفن كصيغة من صيغ الوجود. ثم المرحلة التي تليها هي مرحلة التأثر بالمنهجية الوضعية والافتتان بالمنهج العلمي، ويعد كتابه إنسان مفرط في إنسانيته هو الشاهد الأمثل على هذه المرحلة. المرحلة الثالثة هي مرحلة ما يسميها البعض بمرحلة فيزيولوجيا الفن، يعني العودة إلى الفن ولكن يعني كمحفز للإرادة، واعتبار أن الفيلسوف هو فنان لأنه يشرع لقيم جديدة للإنسانية. فيما يتعلق بالأديان عند نيتشه أولا هو ينتقد الأديان البدائية ويرد سبب نشأتها إلى دوافع نفسية مثل الخوف والحاجة، يعني يقول هو خوف الإنسان من الظواهر تجعله يعني يتقيد، وحاجة الإنسان إلى الزرع، وحاجة الإنسان إلى المطر، وحاجة الإنسان إلى أشياء تنفعه تجعله يقيم هذه القرابين والعبادات والطقوس وغيرها. هذه الأديان البدائية التي يعتبر نيتشه بأنها أديان كانت في هذه الفترة، كان العلم مجهول، يعني لم تكن السببية معروفة، وكان الإنسان في هذه الفترة ينظر إلى ما وراء الظواهر على أنها مملكة الحرية، وينظر إلى نفسه على أنه مملكة الضعف. ثانياً، الأديان ما نسميها نحن بالأديان السماوية، وقد هاجم نيتشه بشكل خاص الديانة المسيحية والديانة اليهودية، فبالنسبة إليه أن الديانة اليهودية هي الديانة الأولى التي قامت بالانقلاب على قيم النبل والتميز والإنسان الطبيعي، وهي ديانة حاقدة على النبل والتميز، وكانت أكثر ثورته هي على المسيحية، فهي بالنسبة إليه أن المسيحية تعطي للحياة منظرا كئيبا. وأن نيتشه يعني الشيء المفارقة أنه في بداية حياته كان يراد له أن يكون قسيسا، وكان حتى بعد أن وصل إلى نقده المسيحية يقول بأنني يعني تشكلت في تفكير يختلف عن طبيعة التربية وعن طبيعة التنشئة التي نشأت عليها. فهو كان يعني يقرأ حتى الإنجيل بصوت رخيم وبصوت جميل، ولكن فيما بعد أصبح ثائرا على الديانة المسيحية، ولم يخلو كتاب من الكتابات لنيتشه من نقده للديانة المسيحية، لأنه بالنسبة إليه هي ديانة تحتقر الحواس، أو ديانة تحتقر ما هو جسمي. وأيضا ينتقد نيتشه الفلسفات الدينية، أو هو يعتبر بأن نقده للدين في أصله هو نقد للأصل الأول الذي نشأت منه الفلسفات، خاصة الفلسفات الألمانية بشكل خاص. فهو يقول بأن الفلسفة هي وريثة الدين،
وبأن الميتافيزيقا هي وريث الدين، وهو يعتبر أن الذي أفسد الفلسفة الألمانية هو الجد البروتستانتي، ينظر إلى كانت على أنه لاهوتي مخادع، وينظر إلى هيجل على أنه كذلك، وبالتالي يرجع نشأة الفلسفات خاصة الفلسفات الألمانية إلى أصول دينية. من هنا تأتي ثورة نيتشه على الأديان، أولاً الأديان البدائية لأنها كانت في زمن السببية فيه مجهولة، وأن الدوافع هي دافع الخوف والحاجة، وهو نقد هنا للأديان البدائية كان بشكل خاص متأثراً بلودفيغ فويرباخ الهيجيلي الألماني الذي كتب كتاب عن جوهر المسيحية وعن أصل الدين، فهو يتفق معه في ما يسميه نيتشه بالتحليل النفسي للدين، لأن نيتشه بشكل خاص يعتبر نفسه عالم نفس، أو هو دائما ما يقول نحن علماء النفس، أو يقول في كتابه هذا الإنسان إنه لعالم نفس كبير، ذلك الذي يتكلم عبر كتاباتي، تلك هي أول قراءة يصل إليها قارئ جيد. إذن فالتحليل النفسي والبحث عن الدوافع النفسية خلف نشأة الاعتقادات الدينية كانت هي الأداة المنهجية التي وظفها نيتشه في نقده للأديان البدائية، وفي نقده كذلك للأديان كما قلت اليهودية، فهو يعتبر بأن اليهود هي ثورة العبيد على قيم الأقوياء، وبأن اليهودية قد استمرت في الموعظة على الجبل التي ألقاها المسيح. وهنا دائما لابد أن نشير بأن نيتشه يثور ضد المسيحية وليس ضد المسيح، فهو يقول بأن المسيح هو جاء بالدين كحالة قلب، بمعنى أن الدين هو مملكة في القلب. من الذي حول الدين المسيحي إلى نظام مثوبات وعقوبات وإلى مؤسسة وإلى اتباع الناس وإلى ظلم الناس؟ هو القديس بولس. بالنسبة إليه أن القديس بولس أو المسيحية، يعني هذا التمييز الذي أدخله نيتشه ما بين المسيح والمسيحية، يعتبر أن المسيح كما قلت هو بشارة أصلية تعتبر بأن الدين هو حالة قلب وليس نظام مؤسسي، فيما بعد المسيحية هي التي حولت يعني حولته إلى هذه النظام في المثوبات والعقوبات. الديانة اليهودية أيضا لأنها ديانة العبيد، وبالنسبة إلى نيتشه أن العبد هو الذي دائما يبحث عن رغبة في الانتقام، بمعنى أن الدوافع التي تحرك العبد هي الرغبة في الانتقام، أنه يحقد على الأقوياء، وبالتالي فالديانة اليهودية هي ديانة العبيد، ديانة الحقد على الأقوياء، والديانة المسيحية يعتبرها كما قلت تعطي منظرا كئيبا للحياة. وهنا لابد أن نشير بأن نيتشه لا ينتقد الأديان في حد ذاتها، وإنما ينتقد الناس الذين ينتمون إلى الأديان، بمعنى أن الدين إذا كان في يد الأقوياء فهو يعطيهم نوعا من لذة الحياة، يعطيهم إغراءات، يعطيهم إثبات للحياة، أما الدين إذا كان في يد الضعفاء فهو يعطيهم نوع من الرضا عن حياتهم، ونوعا من قبول بواقعهم، ونوع من الرغبة في الانتقام من الأقوياء في عالم خيالي ينسجونه من تجويف عقولهم. إذن هنا بالنسبة إلى نيتشه له عبارة في كتاب ما وراء الخير والشر، وقد حللها فيما بعد الفينومينولوجي الألماني أوغين فينك، يقول بأن الأديان إذا لم تصبح أدوات للاصطفاء والتربية، أو أن الأديان هي وسائل ولكن في يد من؟ في يد الفيلسوف، فهو يعتبر بأن الدين دون فيلسوف هو خطر على الحياة. إذن فنقد نيتشه للدين ليس نقداً، أو نقده للمسيحية ليس للمسيحية كنظام في الاعتقاد، وإنما نقده للمسيحية أو اليهودية نقده أو الأديان البدائية لأنها عبرت عن منظر كئيب للحياة، عبرت عن احتقار للجسد وتقديس للروح. إذا كانت اليهودية تجد إثباتها في قيم العبيد، فإن الديانة المسيحية تجد إثباتها في احتقار الجسد وفي احتقار الجمال، وأنها تعطي للحياة كما قلت لك منظرا كئيبا. إذن وهنا أدرك نيتشه بأن الدين هو وسيلة حاسمة من وسائل تربية الإنسان واصطفاء الإنسان، جعل أن الوسيط ما بين بين الدين والإنسان هو الفيلسوف، لأن الفيلسوف بالنسبة إليه الأديان هي وسائل للاصطفاء والتربية، هي وسائل لاصطفاء بشر من طراز عال، هي وسيلة لإحياء إثبات وليس للنفي، هي وسيلة لإثبات الحياة،
وليس لنفيها. نعم. ربما نلاحظ مع نيتشه أن توظيف الدين قد يكون توظيفا لغاية فرض قوى سياسية معينة وليست استنطاقا للحق والحقيقة في الفهم النيتشوي طبعا. كيف يمكن أن يتجلى ذلك؟ يعني كيف يمكن أن تكون المذاهب الكلامية والفقهية تجلي لإرادة القوى السياسية وليست أداة لاستنطاق الحقيقة والحقيقة والحق طبعا؟ هو نيتشه ينظر إلى يعني هو يعني هو يجعل من الأديان ضمن رؤيته، يعني يجعل الأديان ضمن فلسفته المبنية على إرادة القوة. فبالنسبة إلى نيتش أن الدين الذي يخدم الحياة ويعني يعطي قيمة حيوية جسدية قيمة حسية هو الدين بالنسبة إليه. بالنسبة إلى نيتش في قراءته للأديان، في الأديان اثنين مستويات. المستوى الأول هو أن الدين نسق إدراكي إلى العالم، يعني يقدم تصور إلى العالم أو رؤية إلى العالم، الموت، الحياة، الإله، الإنسان، هذا النسق الإدراكي للعالم، فالدين يقدم هذا البعد. وثانيا وهو المهم بالنسبة إلى نيتشه هو أن الدين هو وسيلة من وسائل الفعالية وإمداد الإرادة بالقوة، خاصة إذا كانت البنية صراعية ومعقدة. يصبح الدين هنا وسيلة من وسائل القوة ووسيلة من وسائل إمداد الـ يعني إمداد الإنسان بنسغ الإرادة ونسغ القوة. الغريب أن نيتشه عندما تحدث عن الإسلام أبصر في الإسلام على أنه دين يختلف، فهو يمجد الجسد، وربما نظر إلى تلك الفتوحات أو ذلك الإنسان المسلم العسكري على أنه دين يثبت الحياة وليس دين ينفي الحياة. أو كما قال المرحوم الجزائري عمار بن لحسن عالم الاجتماع المعروف، قال إن دنيوية الإسلام تمتص ميتافيزيقيه وأخرويته، إن دنيوية الإسلام تمتص ميتافيزيقيه وأخرويته، يعني يعبر بهذا المعنى النيتشوي. وتكلم في كتاب ضد المسيح وقال بأن المسيحية قد حرمتنا من ثروة الثقافة القديمة، ويقصد الثقافة اليونانية المولعة بالجمال وبالسكر وباللاوعي. وفيما بعد يقول أن المسيحية حرمتنا أيضا من ثروة الثقافة الإسلامية، فهو يقول بأن الصليبيون قد دخلوا إلى ثقافة، ويقصد الثقافة الإسلامية، كان أجدر بهم أن يغمسوا رؤوسهم في التراب احتراما لها. وقال أيضا صداقة مع الإسلام عداوة مع روما البابوية، هذا في كتاب هكذا أو عفوا في كتاب لونتي كريست أو ضد المسيح. لماذا قال نيتشه عن الإسلام هذا الشيء؟ لأنه أبصر فيه أنه دين يقدر الحياة ولا ينفي الحياة، يقدر الجسد، يعطي قيمة للقوة ولا غير ذلك. إذن فاعتبار نيتشه بأن الديانات دائما كما قلت هي وسائل، ولكن أي دين؟ فإذا كان الدين نافيا للحياة على طريقة المسيحية أو اليهودية، فنيتشه هنا كان من أكثر المهاجمين لهذه الديانات، وانتصر أيضا إلى الديانة اليونانية، حيث يقول بأن التصور الديني اليوناني لم يكونوا يرون بأن الآلهة هي أربابا فوقهم، كانوا ينظرون بأن الآلهة هي قريبة منهم وهي تعكس الآلهة النماذج الناجحة في الحياة. بالنسبة إلى نيتش أن الآلهة في تصوره عند اليونان هي النماذج الناجحة للحياة وليست أربابا يعني تسكن في العالم الأعلى وتطل على الإنسان وغيرها من الأشياء. إذن فهذه الفكرة وهي فكرة ربط الدين أو المعرفة الدينية بإرادة القوة نجدها عند أحد ورثة نيتش وهو ميشيل فوكو، الذي كتب متأثرا بنيتش في هذا السياق، لأن نيتش اعتبر بأن المعرفة هي لم تبتكر من أجل المعرفة، إن الحقيقة لم تبتكر من أجل الحقيقة، الحقيقة ابتكرتها دوافع القوة والهيمنة. إذن فأرخ فوكو لتواريخ العلوم الإنسانية ولتواريخ الأفكار بإرجاعها دوما إلى إرادات قوة. فهنا فوكو أيضا يقول لا ننظر إلى المعرفة أو إرادة الحقيقة على أنها نتاج لدوافع سيكولوجية، ننظر إليها كعلامة على فعل
وسنفسر به الظواهر ونفسر به الأشياء. إذن فالمعرفة ليست من أجل المعرفة، أو أن الذي ابتكر المعرفة ليس هو إرادة المعرفة، وإنما هناك غريزة أسبق من المعرفة هي التي ابتكرت المعرفة، وهذه الغريزة هي إرادة القوة. وهنا لابد أن نشير، إذا سمحت لي الأستاذة ربيحة. تفضل أستاذ، تفضل. نعم، وهنا لابد أن نشير حتى نوضح معنى إرادة القوة عند نيتش، فهو يرى بأن الوجود لا الوجود ليس يريد القوة، فهو يقول أن الوجود هو قوة تريد، الوجود هو قوة تريد. وهنا يختلف مع شوبنهاور الذي اعتبر بأن الغرض من الوجود هو إرادة الحياة، ينتقد نيتش هذا التصور، كيف للحي أن يريد الحياة؟ بالنسبة إليه أن الوجود هو قوة تريد. الشيء الحاسم بالنسبة إلى نيتش، ماذا تريد هذه القوة؟ هل تريد الإثبات والنمو والحركة والجمال، أم هي تريد النفي والحقد واحتقار الحياة؟ إذا نحن أمام قوة تتجه اتجاهان، اتجاه الإثبات واتجاه النفي. يسمي نيتش القوة التي تتجه نحو الإثبات يسميها بالقوة الفاعلة، الفورس أكتيف، ويسمي القوى التي تتجه إلى النفي واحتقار الحياة ونقد والحقد وشهوة الانتقام والذحل، يعني الغل أو الحقد، يسميها بالقوى الارتكاسية أو القوى ردة الفعل، لفورس رياكتيف. إذن فالوجود هو قوة تريد، نريد الإثبات أم نريد النفي، نريد الارتكاس أم نريد الفعل. إذن بالنسبة إلى نيتشه قد أدخل إلى تاريخ الفلسفة هذه الأدوات في تحليل التراتبات الثقافية وفي تحليل الثقافة ككل. وهنا يميز نيتشه ما بين الثقافة ما قبل الثقافة التاريخية، وهي بالنسبة إليه ثقافة الإنسان الحر القدير، الإنسان بلا إلزام أخلاقي، وهناك الثقافة التاريخية وهي نسميها بثقافة تشويه الثقافة الأصلية، يعني ثقافة الحقد وثقافة النفي وثقافة الحقد على الحياة، ثم الثقافة المرحلة الثالثة وهي ثقافة ما بعد التاريخية، وهي الثقافة التي يريدها أن تعود إلى الماضي من أجل أن تستعيد الزمن الحقيقي، فنحن في زمن مفصول عن الإثبات ومفصول عن الإرادة. طيب، أكيد سأعود إلى مفهوم قوة إرادة القوة عند نيتشه، وستستفيد إن شاء الله فيه أكثر، لكن قبل أن نذهب إلى هذا المحور سأعود إلى قضية الأديان، ولكن تحديداً إلى فكرة موت الإله. هذه الفكرة التي لا يمكن أن نتجاوزها أو نتحدث عن إنسان دون، عند في الفكر النيتشاوي طبعاً، دون أن نلغي الإله. طيب، من يقرأ كتاب هكذا تكلم زرادشت يصادف العبارة التي يقول فيها للقديس: ألم يدري هذا الرجل في غابه أن الإله مات؟ كيف يمكن أن يؤدي تطبيق فكرة موت الإله إلى استعادة الإنسان؟ نعم، هو مفهوم الإله عند نيتشه مش بالمفهوم يعني الذي نعرفه نحن، يعني فضلا عن أن هناك يعني تأويلات لما فكرة موت الإله، هناك من يعتبر أن موت الإله القصد بها موت الإله في قلب الإنسان الأوروبي بسبب التصنيع وبسبب التحديث وبسبب هذا الفهم التطوري لحركة التاريخ والعلمنة وغيرها. وهناك مع نيتشه فهو يعتبر بأن الإله أيضا هو مفهوم فلسفي، فبالنسبة إليه أن الإله له مفهوم ديني وله أيضا مفهوم فلسفي. المفهوم الفلسفي للإله ينظر إليه نيتشه هو فلسفات الثبات، الفلسفة التي نجدها عند كانط، الفلسفة التي نجدها عند هيجل، الفلسفة التي نجدها عند فلاسفة الثبات، وحتى الفلسفات اليونانية التي هي خصومة أو من خصوم نيتشه اللي هم أفلاطون وبشكل خاص وسقراط. إذن فنيتشه يعتبر بأن الإله الذي لا يرقص حسبه، والإله الذي لا يمجد الحياة، والإله الذي هو بالنسبة إليه ليس إلها في سياقه. وهذا كان حرج عندما نقل نص نيتشه إلى الفكر العربي المعاصر، خاصة مع فيليكس فيرس، فكان الذين ينتمون إلى الأديان كانوا يجدون حرج في هذا الفهم. كارل ياسبيرز عندما كتب كتاب عند نيتشه اعتبر
بأن ثورة نيتشه ضد الدين وضد المسيحية هي في يعني فسره باللاشعور، يعني من شدة حبه للدين المسيحي وتعلقه بالمسيح ثار عليه وانتقد المسيحية. كذلك فيليكس فيرس في كتابه هكذا تكلم زرادشت في ترجمته أيضا كان ينظر إلى أن نيتشه ليس هو بالمفهوم الإلحادي الذي نعرفه، فهو يقول ينادي على الأبدية، ينادي على المفاهيم هذه التي هي قريبة من المعاني الدينية. بالنسبة إلى نيتشه أن موت الإله له مضمون كما قلت ديني، خاصة الإله بمفهومه المسيحي، وله مضمون فلسفي خاصة الآلهة التي أنشأها الفلاسفة مثل الأنا المطلق عند هيجل أو الأنا أفكر عند ديكارت وغيرها. فنيتشه عندما ينتقد فكرة الإله من أجل أن كما قلت يبشر بهذه الديانة الجديدة وهي ديانة الإنسان، أو بعبارة أخرى ديانة الإنسان الأرقى أو ديانة الإنسان الأعلى، وهي الديانة التي يعني تتجاوز ما يسميه بالإنسان الأخير والإنسان المتفوق. فهو لدى نيتشه يعني إذا سمحت لي نرق بفكرة العدمية عند نيتشه، فالعدمية بالنسبة إليه هناك أولا العدمية النافية، وهي العدمية التي تنفي قيمة العالم الحسي وتقدير عالم آخر مثل الأفلاطونية التي تقدر المثل وتحتقر المحسوس، أو المسيحية التي تقدر العالم الروحي وتحتقر العالم المادي، هذه يسميها بالعدمية النافية. وهناك العدمية الناقصة بالنسبة إليه، وهي العدمية التي يعني تنفي العوالم ويرى بأن البوذية تعبر عن هذا التصور. وهناك العدمية الناقصة وهي عدمية يعني نقد الإله والعجز عن تصور أفق جديد للإنسان. وهناك العدمية الفاعلة التي يريدها نيتشه، وهي عدمية كسر ألواح القيم القديمة وعدمية الاعتماد على الذات في فعل الخلق والإبداع، بمعنى أن العدمية الفاعلة هي الصنف الذي هو الصنف الذي أراده نيتشه أن يكون كأفق للإنسان، العدمية الفاعلة، لا العدمية النافية ولا العدمية الناقصة ولا العدمية الأخرى، العدمية التي تؤكد الإنسان أو ما يسميه هو بالإنسان الأرقى. جئت لكي أبشر بالإنسان الأرقى، وهو الإنسان الذي بالنسبة إليه هو وريث الإنسان الأخير والإنسان المتفوق، لكي هو إنسان يكسر ألواح القيم القديمة، وهو إنسان يعتبر بأن إرادة القوة هي مبادئه في تقييم الوجود ومبادئه أيضا في ترتيب القيم وفي تقدير العالم الحسي. ولذا فنيتشه هنا كما قال في نص من نصوصه إن فلسفتي هي أفلاطونية مقلوبة. يعني إذا كانت الفلسفة الأفلاطونية هي فلسفة تقدير المثالي واحتقار الحواس، وإذا كان أفلاطون يحب للفيلسوف أن يسكن في مفاهيمه المجردة ويبتعد عن 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 الحياة وعن المحسوس، فإن نيتشه يقول إن فلسفته هي أفلاطونية مقلوبة، كلما ابتعدت عن المثال واقتربت من المظهر أصبحت أكثر سمو وأكثر أهمية. لذا فالبعض من نقاد نيتشه وعلى رأسهم هايدوغر اعتبر بأن نيتشه في ثورته على ديكارت أو ثورته على الميتافيزيقا هو في حقيقته بقي ميتافيزيقيين، أو أن نيتشه هو آخر الميتافيزيقيين في الثقافة الغربية. لماذا؟ لأنه نقل الوعي فقط من الأنا أفكر إلى الأنا أريد، وهنا بقيت الميتافيزيقا تتحرك ضمن هذا الأفق. ويعتبر هايدوغر بأن نيتشه قد أحل المحسوس محل المعقول، وأحل الحل الجسمي محل المثالي، وبالتالي يسرد هايدوغر في كتابه حول نيتشه الذي كتب عنه يعني مجلدين ضخمين، وأنه لم يكتب فيلسوف عن فيلسوف آخر مثل ما كتب هايدوغر عن نيتشه. فهو يقول بأن نيتشه يأتي ببعض الفقرات أو الشذرات من كتب نيتشه، إن ديننا وأخلاقنا وسياستنا هي علامات انحطاط، إن الحركة المضادة هي الفن. فهو يقول يحل الفن كمطلق جديد محل
المطلقات التي كانت من قبل، مثل المطلق الديني أو المطلق المثالي أو المطلق الفلسفي. إذن فنحن أمام تبشير بنزعة إنسانية، هي نزعة تكسر كما قلت الألواح، القيم القديمة، القيم التي هي قيم عقلية مثل التجريد، مثل المثال. حتى العلم ينتقد، حتى العلم الذي بالنسبة إليه قد حول الواقع وقد حول يعني تخوم الواقع إلى مفاهيم رياضية تتداول في المخابر بين الأساتذة والطلاب، فالحياة بالنسبة إليه هي أوسع من العلم وأوسع من مفاهيم الفلاسفة. إذن فنيتش يبشر بالإنسان الأرقى ويعتبر بأنه خالق لقيم جديدة. هذه القيم الجديدة هي إرادة القوة بحسبانها المعيار الكلي والنهائي في النظر إلى العالم والوجود. أكيد سأعود إلى الإنسان والإنسان المتفوق، الإنسان الأخير، مفاهيم كثيرة عند نيتشي، لكن بودي أن أطرح هذه المقولة له: من منكم من سيقوم الشعب المختار؟ لأنكم اخترتم أنفسكم اليوم، ومن هذا الشعب سيولد الإنسان المتفوق. قبل أن أدخل في أسئلة عن الإنسان المتفوق، أريد أن أعرف ماذا يقصد نيتشي بالعودة إلى الذات واختيار النفس، ثم أين سيكون موضع الآخر إذا كان الإنسان قد أعاد، لا نقول الإنسان، ولكن استعاد ذاته دون أن يلغي الآخر. نعم صحيح، هو نيتشه في نقده للفلاسفة يعتبر بأن خطيئة الفلاسفة الأساسية هي غياب الحس التاريخي لديهم. ما معنى غياب الحس التاريخي عند الفلاسفة؟ يرى نيتش بأن غياب الحس التاريخي معناه أنهم ينظرون إلى الإنسان، إنسان الفترة التي كان فيها نيتش، وكأنه مطلق خالد، وكأن هذا الإنسان ليس ثمرة أو وليد لثورات معينة، ووليد لديانات مخصوصة، ووليد لفلسفات معينة. إذن هو ينظر إلى الإنسان، ينظر الفلاسفة إلى الإنسان كما لو أنه مطلق خلف هذه السيرورة، في حين أن نيتش يعتبر بأن هناك أو أن الإنسان، ولذلك يدعو دائما من الإنسان إلى الإنسان الأعلى. ما هو هذا الإنسان؟ هو الإنسان الذي شكلته ديانات معينة، وهو الإنسان الذي شكلته سياسات معينة، وهو الإنسان الذي شكلته ثقافات معينة. بمعنى أن الإنسان المطلق بمعزل، يعني المفصول عن السيرورة والمفصول عن السياقات، هو بالنسبة إليه هذا خطأ، هذا خطأ عند الفلاسفة. ولأجل هذا يعتبر بأن داخل الإنسان هناك أشكال إنسية عديدة. هناك إنسان الذي شكلته الديانة المسيحية، هناك إنسان الذي شكلته الديانة اليهودية، هناك إنسان الذي شكلته الثقافة اليونانية، خاصة ثقافة الفلسفة السقراطية والأفلاطونية. إذن علينا أن ننظر إلى الإنسان ليس كهوية نقية ثابتة لا تؤثر فيها المفاعيل التاريخية والثقافية، ننظر إلى الإنسان في سيرورته. وانطلاقاً من هذا، وانطلاقاً من هذه الفكرة، نيتشا أراد أن يبحث عن إنسان خلف الإنسان، أو أن هناك بلغة الصوفية إنسان محجوب، أو أن هناك إنسان خلف الإنسان الذي نراه. إذن وأداة الوصول إلى هذا الإنسان اللي هو الإنسان البريء كما يسميه، هو الإنسان الذي يرجع إلى ذاته، هو أن نقوم بكسر ألواح القيم القديمة. بمعنى أن كسر الألواح هي القشور نحو اللباب، هي يعني نزع القشور للوصول إلى اللباب. ما هو هذا اللباب؟ هو الإنسان الأعلى. ولذا جاء يعني في كتاب هكذا تكلم زرادوشت، وهو كما أشرت في البداية أستاذ ربيحة فكرة مهمة، أن يعني بيير هيبر سيفر، هذا واحد فرنسي، خصص كتاب للفقرة الأولى فقط في كتاب هكذا تكلم زرادوشت، فقرة فقط، لأنه كتاب مليء بالألغاز ومليء بالرموز وبالمجازات. فهو يقول في مطلع هذا الكتاب: عندما بلغ زرادوشت 30 من العمر غادر موطنه وبذته واتجه إلى الجبل. فلماذا 30 سنة؟ لأن 30 سنة هي المدة التي بدأ بها المسيح نشر الدعوة المسيحية، وكأن الفلسفة نيتشية مقلوبة، يعني اتجاه مقلوب معكوس عن الديانة المسيحية. عندما بلغ زرادوشت 30 من العمر هجر موطنه وبلده واتجه إلى الجبل،
وبقي في الكهف حتى تصفت سريرته. والكهف هنا عند أفلاطون له مدلول سلبي، لأن الكهف عند أفلاطون في أسطورة الكهف ليس هو المكان الذي نعرفه فيه الحقائق، بينما عند نيتش أن الكهف هو المكان الذي تصفت فيه سريرة زرادشت، فنهض في يوم من الأيام وخاطب الشمس قائلا: أيها النجم الكبير، لولاي أنا ولولا نسري وأفعواني أو الأوعى، نعم لما وجدت أنت من تستمتع معهم. بمعنى أن الشمس عند أفلاطون هي منبع النور، بالنسبة إلى نيتش الشمس هي التي تستمتع، لأنني أنا موجود، أنا ونسري وأفعواني، أو أنا ونسري إذن فهنا يريد لنيتش أو لفلسفة نيتش أن تكون ضديدة خاصة الديانة المسيحية وللفلسفة الأفلاطونية. وبالنسبة إليه أن هناك تمييز ما بين أفلاطون التاريخي الذي نعرفه على أنه ولد ومات في اليونان، وهناك الأفلاطونية، ويقصد بها النزعة التاريخية التي تميل إلى تقسيم العالم إلى عالم مثالي وعالم محسوس، أو عالم أعلى وعالم أدنى، أو عالم أشرف وعالم أوضع. إذن فهو دائما ينظر إلى الفلسفات على أن الأفلاطونية أو على أنها نزعة امتدت وأثرت في الديانة المسيحية وفي الفلسفات التي منها الفلسفة الألمانية، التي كما أشرت قبل قليل أن الذي أفسد الفلسفة الألمانية هو الجد البروتستانتي. إذن فبالنسبة إلى نيتش البحث عن الإنسان واستعادة الإنسان المحجوب واستعادة الإنسان المخفي والإنسان الذي شكلته ديانات وأفكار، يريد أن يكسر هذه الحجوب ويوقظ في الإنسان ذاته. حتى أن نيتش ليس لديه أتباع، بمعنى هو لا يريد الأتباع، أنا لا أريد أتباعا، يريدك أن ترجع أنت إلى نفسك وأن توقظ في وعيك إرادتك وأن تكون ذاتك هي مبدأ تشريعك وحياتك. لا توجد هناك فلسفة نيتشوية يمكن أن نتبناها، لأن خلاص فلسفة نيتش هو أن يتبنى الإنسان نفسه وأن يعتمد على نفسه وأن يرجع إلى ذاته وأن يفجر هذا الأفق الموجود في ذاته. لذا كان زرادشت عندما نزل إلى 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 المجتمع ونزل إلى القطيع لكي يمارس، لم يجد ترحيبا، ف كان يقول بأن الإنسان هو شيء ينبغي لكم أن تتجاوزوه. فما الذي فعلتم حتى تتجاوزوا الإنسان؟ الإنسان هو شيء نتجاوزه وليس شيئا نثبته. إذن فسؤال الإنسان هو في الحقيقة نوع من الحيلولة دون امتداد الثقافة اليونانية العقلانية الحاقدة على الغريزة، والثقافة المسيحية الحاقدة على الجسد، والثقافة اليهودية الحاقدة على قيم النبل والتميز. نكسر هذه المؤثرات الثلاث لكي نستعيد الإنسان الذي تصبح إرادته هي مبدأ حركته وفعله. طيب، تحدث نيتشي، نبقى في سياق الإنسان، تحدث نيتشي عن الإنسان المتفوق ويخلط الكثير من المتلقين لكتاب زرادشت عن مفهوم الإنسان المتفوق والإنسان الأخير، فما الذي يقصده نيتشي بهما؟ وهل الإنسان الأخير متفوق بالضرورة؟ ثم ما هي حدود هذا التفوق في المفهوم النيتشاوي؟ وبكل بساطة الإنسان الأخير هو الإنسان الذي كسر القيم الدينية ولكنه عجز على أن يستمر بإرادته في الوجود، هذا هو الإنسان. يعني سميناها قبل قليل بالعدمية الناقصة، فهو يعني يلغي المبادئ الماورائية والمبادئ الأخلاقية الموروثة، خاصة أخلاق العبيد وديانات الانحطاط وفلسفات الانحطاط بالنسبة إليه، ولكنه يستمر أو عفوا، ولكن هذا الإنسان لا يستكمل مسار إيقاظ الإرادة من أجل أن يبدع ويتجدد ومن أجل أن يحيي القيم المنسية، وهي قيم الطاقة الحيوية، قيم الإثبات، قيم الإبداع وغيرها. إذن فنحن أمام نمذجة لأشكال الإنسان عند نيتش، فقط يريد دوما أن يلفت نظرنا إلى أن الإنسان ليس ماهية ثابتة، أن الإنسان هو سيرورة تشكلت. وبالتالي فنحن في فضائنا، نحن إذا أردنا أن نتواصل مع هذه الفكرة، أننا نحن كبشر أو نحن كناس
أو تؤثر فينا أو شكلتنا سيرورات ثقافية معينة. إذن شكلتنا أنظمة ثقافية وأنظمة معرفية معينة. هذه الأنظمة المعرفية المعينة ننظر إليها بعين نيتشه، هل هي أنظمة مثبتة للحياة أم هي أنظمة نافية للحياة؟ إذن فهنا دائما كما قلت يعني الإنسان الأخير الذي لم يستطع أن يستكمل الفعل البناء، يعني هو إنسان يكسر ولكنه إنسان لا يبني، وارثه هو الإنسان الأعلى أو الإنسان الأرقى كما ترجمه البعض، علما أن كلمة الإنسان الأعلى أو الإنسان الأرقى ليست كلمة نيتشوية، يعني ليست لنيتش، وإنما قد وردت لأحد الكتاب الساخرين اليونان قديما وهو لوسيان، هو الذي استعمل كلمة الإنسان الأعلى. وأيضا وردت كلمة الإنسان الأعلى في نص فاوست لجوت، للشاعر الألماني جوت، أورد أيضا كلمة الإنسان الأعلى أو الإنسان الأرقى أوردها، وبالتالي فهي ليست استخدام نيتشوي يعني إبداعي لا علاقة له بغيره، إنما جاءت أو وردت في يعني وردت من قبل. طيب أستاذ خذني على قدر فهمي، وأود فقط أن أفهم، هل الإنسان الأرقى هو نفسه الإنسان المتفوق؟ نعم، لا الإنسان الأرقى هل هو نفسه؟ هو فقط يعني في الاستعمال، هناك من يستعمل الإنسان الأرقى وهناك من يستعمل الإنسان الأعلى، هي فقط اختلافات في الترجمات، سير أون يعني تترجم ترجمات مختلفة، يعني اختلاف الترجمة. طيب في مسألة الإنسان المتفوق، هناك من أشار إلى أن هذه الفكرة تحديدا هي الممهدة للإيديولوجيا النازية، وكان نيتشه متأثرا ومؤثرا فيها، كما اتهم الدكتور عدنان نيتشه بمحاولة إعادتنا إلى قانون الغاب من خلال هذه الفكرة، قائلا هذا الرجل أراد أن نعود بشكل ما إلى الطبيعة، إلى قانون البقاء للأقوى. إلى أي حد يبدو هذا الطرح صحيحاً، خصوصاً ونحن نقرأ لنيتشه في كتابه أحب السلام كوسيلة لتجديد الحروب، وخير السلام ما قصرت مدته. صحيح، فقط يعني حتى أفهمك جيداً، أن مجاز الإنسان المتفوق عند نيتشه، مجاز الإنسان المتفوق ليس هو كما قلت الإنسان الأعلى أو الإنسان الأرقى. فالإنسان المتفوق عند نيتشه هو الذي حسبه بلغه موت الإله، ولكنه يستمر في الوجود كما لو أن الإكراه ما زال موجودا، كما لو أن الإكراه أو الإلزام لا زال موجودا، مثل الإلزام العقلي عند كانت، أو الإلزام يعني بعد إنهاء الإلزام الديني حسبه يبقى الإلزام موجود. هذا هو الإنسان المتفوق، يعني باش نفهم. أما الإنسان ربما قصدك أنت بوارثة النازي أو الإنسان، مفهوم الإنسان الأعلى أو الأرقى. نعم. يعني الإنسان الأرقى أو الأعلى هو هذا هو المفهوم الذي تلطخ ببعض المعاني النازية. نعم صحيح، هو هناك تأويل لفلسفة نيتشه ضمن هذا السياق، و يعني نظر إلى 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 فلسفة نيتشه على أنها فلسفة يعني شكلت، هي صحيح شكلت بذرة أحد مصادر بذرة الفلسفة النازية، وحتى في الفكر العربي. فعبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن بدوي الذي كتب عن نيتشه كتاب شهير، وكان عبد الرحمن بدوي ينتمي إلى حزب مصر الفتاة، وكان كتاب عبد الرحمن بدوي أحد الكتب التي تقرأ، وكان عبد الرحمن بدوي مكلف بالعلاقات الخارجية في حزب مصر الفتاة في مصر، يعني حزب سياسي. وكان بدوي يعتمد، قد اعتمد في كتابه هذا نيتشه خلاصة سلسلة خلاصة الفكر الأوروبي، كان يعتمد على القراءات النازية أو التأويلات النازية
لفلسفة نيتش، وهي التأويلات التي كانت تحتقر الشغيلة، تحتقر القطيع، ويعني تنظر إلى الإنسان الأشقر كما لو أنه هو الإنسان الأعلى، هو الإنسان الأرقى، هو الإنسان الذي يبشر به نيتش. وقد كان رجال الجيستابو، وهم رجال المخابرات في ألمانيا، كان كل واحد منهم يحمل نسخة من كتاب هكذا تكلم زرادشت، يحملها في أغراضه الشخصية، ويقولون وبكل جراءة نحن أبناء لزرادشت، بمعنى أن هذا التأويل كان موجود. كما قلت عبد الرحمن بدوي كان يعني معنى الإنسان أو معنى الثورة الروحية أو تغيير القيم أو سحق قيم الانحطاط التي تكلم عنها بدوي في كتاب نيتشه، كانت تمتح أو تأخذ من هذه التأويلات، وهي تأويلات كما قلت نازية لنيتشه، وشك. ولذلك كانت هذه سبب تأخر اكتشاف الجانب الآخر من فلسفة نيتشه، تأخر يعني الاستخدامات البشعة للنازية كانت تشكل يعني حجبا نحو أفكار أو نحو دروب أخرى فتحها نيتشه في التفكير. وهنا يعني ما بعد مرحلة النازية انتعش نيتشه، خاصة من الستينات، انتعش في عند الفرنسيين وعند غيره، حتى عند الألمان. وهنا هناك قولة ليورغن هابرماس في كتابه الخطاب الفلسفي للحداثة، يقول أن النقد النيتشوي للحداثة قد استمر في اتجاهين، قد استمر في اتجاه الباحث عن ثورة القوى الارتكاسية أو القوى ردة الفعل باستعمال الأنثروبولوجيا وعلم النفس والتاريخ، ويقصد بذلك جورج باتاي وجاك لاكون وفوكو. وانقسم الشق الثاني من فلسفة نيتش في شق الباحث عن الميتافيزيقا حتى أصولها ما قبل السقراطية، وهنا نجد كل من هايدوغر وجاك ديريدا. يعني انقسام نيتش كان وفق هذين الخطين، خط أنثروبولوجي نفسي تاريخي باتاي لاكون فوكو، وخط آخر هو خط يبحث عن أصول الميتافيزيقا في مرحلة كما قلت ما قبل سقراط، لأنها المرحلة التي يعتبرها هايدغر هي مرحلة الإنصات أو مرحلة الوجود أو السكن في اللغة، ومرحلة التي يسميها نيتش بالصيغة أو التأويل الجمالي للحياة قبل أن تهيمن الثقافة العقلانية التي كبحت الحياة، والتي يعني اختزلت الوجود في المعرفة واختزلت الفضيلة في المعرفة. وهنا بدأ الانحطاط مع أفلاطون ومع سقراط ومع أفلاطون، بداية الانحطاط الفلسفي بدأ مع هؤلاء حسبه. ما قبل سقراط وما قبل أفلاطون كانت هي لحظة الصفاء، لحظة الحدس، لحظة التعبير بلغة شاعرية، وليست لحظة التعبير بالمفهوم أو لحظة العقل أو لحظة الفكر أو غيرها من اللحظات. إذن ففعلا كانت هناك تأويلات نازية، وكما أشرت لك قبل قليل أن هتلر نفسه قد زار أخت نيتش ومنحها أطروحة الدكتوراه، وهي قد منحته يعني كتاب لا فولونتي دو بويسونس، وهو كان مخطوطا يعني لم يصدر بعد. إذن تعكس هذه الأفكار هذا التعالق الموجود. ومن أراد أن يتسع أكثر فليرجع إلى كتاب كتبه ستيفان أودويف، وهو بعنوان على دروب زرادشت، هذا الكتاب الذي ترجمه فؤاد أيوب، وهو كتاب حلل بشكل كبير وكان ناقدا جذريا لفلسفة نيتش، وكانوا يرون أن نيتش يعبر عن الرأسمالية ويعبر عن الرأسمالية التي تشعر بالانحطاط، وبالتالي ففلسفة نيتش هي التبرير الفلسفي لنقد ما هو اشتراكي أو نقد الجموع، نقد العامة، نقد ثقافة القطيع، ما يسميه نيتش بقيم الضعفاء. إذن فهم أولاً فلسفة نيتش على أنها تجل أو على أنها النموذج الفلسفي للرأسمالية التي شعرت بالانحلال وشعرت بأن يعني بأن الاشتراكية أو بأن الاتجاه الجماعي سيهيمن وسغيرها. فيقول ستيفان أودويف على أن نيتش قد استعمل المخاتلات الميتافيزيقية واستعمل الفن واستعمل المجاز والاستعارة من أجل أن يخفي
هذا المنحة في تطور يعني نحو الانحلال الرأسمالية. طيب أكيد أن لكل فلسفة إيجابياتها، ولنيتشي أيضا ما يحمل على أنه نوع من التجاوز، نوع من أخذ الإنسان إلى مجرى آخر، وإن كنا لا يجب أن نقول أن إذا كان هتلر قد تأثر بالفكر النيتشاوي وحمل تأويلا مغايرا، أن نحمل نيتشي أيضا مسؤولية هذا الفهم. ربما هذا الأمر كله متعلق بفكرة إرادة القوة واستثمارها، ونعلم أن نيتشي في فكرة إرادة القوة لا يراها معطى غريبا عن الإنسان، ولكنها شيء طبيعي فيه، فيقول: لقد تيقنت وجود إرادة القوة في كل حي، ورأيت الخاضعين أنفسهم يطمحون إلى السيادة. وطبعا الإنسان المتفوق، الإنسان كما قلت الأرقى عفوا، يمتاز بإرادة القوة. وحين نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لابد أن نتحدث أيضا عن علاقة الانحطاط العربي بالانفتاح على فلسفة نيتشي، وباعتبارها منبعا لإرادة القوة وقيادة الإنسان من جديد. أين يمكن ملاحظة هذه العلاقة تحديدا بين الانحطاط العربي وفكرة إرادة القوة؟ هو كما قلت يعني عند نيتشه أن الوجود كما قلت في البداية هو قوة تريد، الوجود هو قوة تريد. هذه القوة ماذا تريد؟ هل تريد الإثبات والتجاوز والإبداع والتشريع لقيم جديدة، أم هي قوة تريد النفي واحتقار الحياة وتلبية شهوة الانتقام وما يسميه نيتشه ببصر الحقد المسموم، وهو بصر يبصر الألغام، والألغام مزروعة في كل مكان. هو بشر لا يفعل إنما يرد الفعل، بمعنى أن الإنسان الحاقد حسب نيتشه، والحقد بالنسبة إليه هو سيرورة تاريخية وليست يعني وصف خلقي سلبي في الذات، هو سيرورة تاريخية بدأت بثورة القيم الضعفاء أو ما يسميه هو بالعبيد. وعندما يستعمل نيتشه كلمة العبيد لا يقصد بذلك يعني بشرا بأعيانهم، إنما يقصد مبادئ في التقويم، يقصد بذلك قيم. فهنا نيتشه يعتبر بأن قيم العبيد بعد ثورتها على القيم الأقوياء، فما هي يعني ميزات الأقوياء حسبه؟ أنهم يعني إرادة قوة تريد الإثبات، أنهم لا يعني دواخلهم أو الجانب الداخلي فيهم قليل بالمقارنة مع الضعفاء. فالقوي يثبت ذاته، والقوي يقدر الجمال، والقوي ينجز، والقوي يفعل. أما الضعيف فهو يرد الفعل، بمعنى أن فعل الضعيف ليس فعله يتمثل في نفيه لإنجاز القوي، بمعنى أن الفعل المعنى تاعه هو فعل عدمي، فعل ينفي، بمعنى أن فعل الحاقد أو الإنسان الضعيف أو الواهن أو الارتكاسي هو الذي يرى دائما المبدع بالمقلوب، يراه مقلوبا، يراه سيئا، يراه شريرا. فإرادة القوة التي كان يريدها نيتش هي إرادة الإنسان الأعلى. وكما أشرت في حالة يعني ما سميته بالانحطاط العربي، نحن فعلا في امتساس الحاجة إلى التحرر من اتهام غيرنا بأنه سبب مسؤوليتنا عن الانحطاط وسبب مسؤوليتنا عن الفوات التاريخي. الإنسان الذي يريد نيتشه هو يقول: أنا لا أريد رفاقا أجرجرهم حيث أشاء وحيث أريد، أنا أريد مبدعين. نحن في واقعنا اليوم لا نفعل، أولا نحن بعداء عن الفعل، فنحن دائما نتهم الغير، نحن دائما نحقد على إنجازات الغير، نحن دائما نرى الغير مقلوبا. إذا كانت الحضارة الغربية مادية فنحن ينبغي أن نكون روحيين، وإذا كان الغرب يقدس ويقدر أشياء فنحن إذن هذه ليست أفعال. هذه النفسية التي يرى فيها نيتشه نفسية ارتكاسية، نفسية ضعيفة، هي في الحقيقة نحن الآن. أقول ما قاله من قبل فرح أنطوان وكذلك فيليكس فارس بأن لا تهمنا نقد نيتشه للأديان أو إعراضه عن الدين وعن النظم الخلقية، فهو يؤكد لنا على أن الوجود هو إبداع،
أن الوجود هو إثبات. نحن في عالمنا العربي اليوم نعاني هذا الانحطاط وهذا التمزق. نحن الآن تحكمنا إرادة الحقد أحياناً، لا أعمم الحقد من كل ما هو جميل، من كل ما هو مبدع، نحن لا نفعل. إذن فنحن دائما تسيطر علينا ما يسميها نيتشه بذاكرة الآثار. ذاكرة الآثار هي أننا يعني أحيانا كما يقول نيتشه بأن النسيان ليس ملكة سلبية دائما، النسيان ملكة إيجابية، لننسى قليلا لننسى. نحن محتاجون إلى أننا نشغل ملكة النسيان عندنا، أن نجتمع وأن نصبح مبدعين وأن نتحرك وأن نثبت الحياة، لا أن ننفي الحياة. ولذلك رأى نيتشه في الثقافة العربية الإسلامية على أنها ثقافة استطاعت أن تثبت الحياة بخلاف الديانات الأخرى التي احتقرت الحياة. وهنا نشير إلى أن ضعفنا اليوم انهزاميتنا النفسية بشكل خاص، ميلنا إلى نفي الحياة، ميلنا إلى الانحطاط، ميلنا إلى القبول بواقعنا كما هو. أصبحنا نوظف الدين من أجل تبرير هزائمنا، وأصبحنا نوظف الدين والعلم من أجل تبرير هزائمنا وتبرير حياتنا الضعيفة الواهنة القليلة. يعني لم الدين بالنسبة إلى نيتش هو أداة من أدوات القوة، وأصبحنا لا نعطي قيمة للعلوم الإنسانية ولا نعطي قيمة للفلسفة، في حين أن الفلسفة هي رؤية في الحياة مثل فلسفة نيتش التي تحرر الإنسان من العبودية، تحرر الإنسان من الميل إلى الانتقام. وهنا لابد لنا أن نشير إلى أن المفكر الجزائري مالك بن نبي كان قد قرأ نيتش ووظفه توظيفا إيجابيا. فهو عندما كان في فرنسا مع أستاذه حمودة بن الساعي يقول: كنت دائما أقرأ معه نصوص لنيتش وأقرأ أيضا نصوص لسبينوزا. ويقول نيتشه يعني أن كان في عنابة، في عنابة كان واحد الأستاذ اسمه عبد العزيز الخالدي. هذا الأستاذ وهو الذي كتب مقدمة شروط النهضة لمالك بن نبي، جاء أحد الأشخاص إلى مالك بن نبي وقال له: إن عبد العزيز الخالدي قد تأثر بالأفكار الماركسية وبالاشتراكية وغيرها. يقول مالك بن نبي: لم أجد دواء لتأثره بالأفكار الماركسية والاشتراكية إلا فلسفة نيتش. فهو يقول: قد تأمرنا عليه والتقينا به وأعطيته نسخة من كتاب هكذا تكلم زرادشت. فيقول: عندما بعد أيام لاحظت مظاهر النقاهة، النقاهة الفكرية والفلسفية على عبد العزيز الخالدي. لماذا؟ لأن كتاب هكذا تكلم زرادشت يوقد في الإنسان أن يتحرك، أن يبدع، أن لا تبقى يعني تبرر وجودك بمهما كانت المبررات. إذن يدعو زرادشت نيتش إلى الحرية الفردية، وما كره الناس أحدا قدر كرههم للمحلق فوق السحاب. فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق يلهبك، إذ لا يمكنك أن تتجدد ما لم تحترق حتى تصبح رمادا. نحن نريد أن نحقق إنجازات بكسلنا، بضعفنا، بهواننا. هذا إنسان لا يريده نيتش إطلاقا. الإنسان الذي يريده نيتش هو الذي كما قال: فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق يلهبك، إذ لا يمكنك أن تتجدد ما لم تحترق حتى تصبح رمادا. علينا أن ننظر إلى المعرفة كما يقول نيتشه كما لو كانت إرادة قوة. نيتشه قال في كتابه العلم الجدل: ستسودون وسيسود من يملك المعرفة. هذه قالها في سنة 1900 و1800. انظر اليوم من الذي يسود في العالم؟ الذي يسود هو الذي يملك المعرفة. بالنسبة إلى نيتشه لا ينبغي أن ننظر إلى المعرفة كما يعني بنظرة باردة. يقول: إذا لم ننظر إلى المعرفة كما ينظر الأسد يترصد فريسته فهي في الحقيقة ليست معرفة، هي وإلا وقعنا في المعرفة المثالية، المعرفة المجردة. إذا نيتش يريد أن يدمج المعرفة بالحياة بأن تصبح المعرفة هي علامة على الحياة القوية والحياة الإبداعية والحياة الإثباتية. في فلسفة نيتش تحليل نفسي دقيق لإنسان الحقد، وإنسان الذي لا يعرف إلا بصر الحقد المسموم، الإنسان الذي يوزع الاتهامات على غيره، هو الإنسان الذي هو يصفه بالسلبية، هو الإنسان الذي لا يرى في الواقع إلا يعني ألغام مزروعة حوله. هذا إنسان الذي تحكمه المخيلة ولا يحكمه الفعل ولا يحكمه الإنجاز ولا يحكمه الفعل. إذن نيتشه يريد لنا أن نكون
مبدعين لا يريدون لنا أن نكون مقلدين. فنحن الآن لماذا نقلد؟ لماذا نتبع خطى الآخرين التي ساروا عليها؟ علينا أن نعيش صيغ حياتية متجددة، صيغة جديدة، أن ندخل صيغة الحياة حتى تبقى أثراً وحتى تبقى علامة على الفعل وعلامة على الإنجاز. طيب، لقد ذكرتم من قبل مالك بن نبي الذي أخذ فكرة نيتشي بشكل إيجابي، لكن بالمقابل سنجد محمد أركون الذي سار على خطى نيتشي مقلداً إياه. إلى ماذا يمكن أن نرجع هذا التأثر؟ هو في الحقيقة أن محمد أركون قد أشار إلى نيتشه في عديد الكتب، منها كتابه قضايا في نقد العقل الديني. في هذا الكتاب قال بأنه علينا أن يعني أن نوظف مفهوم القيمة كما فهمها نيتشه، وأيضا قرأ نيتشه متأثرا بتأويلات فوكو بشكل خاص، خاصة في اعتبار كما تفضلت قبل في بداية هذه الحوارية، أركون يعني رد المذاهب الفقهية والكلامية إلى أنظمة سياسية أو إرادة قوة. وأركون أيضا اعتبر بأن هذه كما قلت المذاهب وهذه الأفكار هي تجل لإرادات القوى، وعلينا أن نعود إلى كتابة تاريخ القيم في الثقافة العربية بالمنهج الجينيالوجي، وهو المنهج الذي وظفه نيتشه، الذي يقوم على 3 خطوات. الخطوة الأولى هي إحصاء شامل للقيم السائدة، الخطوة الثانية تحديد من تصدر عنهم هؤلاء، أو من تصدر، كين نمطين من البشر، نمط تصدر عنهم أخلاق معينة ونمط تصدر عنهم أخلاق معينة أخرى، والخطوة الثالثة هي خطوة التقويم للقيم السائدة. إذن فمحمد أركون قد استند إلى المنهج الجينيالوجي، وقد ترجمه المترجم لأركون هاشم صالح، ترجمه بالمنهجية النشوئية التاريخية. المنهجية النشوئية التاريخية وهي المنهجية التي تبحث في أصول الأفكار وتبحث في أصول القيم وتبحث في أصول الأشياء. بخلاف محمد أركون هناك إدوارد سعيد الذي كان قارئاً وكان يعني مستلهماً إيجابياً من نيتش، عندما وظف فقه اللغة بالطريقة التي قرأ بها نيتش، بمعنى أن اللغة ليست مفردات شفافة تنقل المعاني، اللغة قد خضعت للتحريف، واللغة هناك علم فاعل هو الذي يسمي الأشياء ويعطي المعاني للأشياء والملفوظات. وهذه العبارة قد أوردها نيتشه في كتابه جينيالوجيا الأخلاق، عندما نظر إلى اللغة باعتبارها إرادة قوة، بمعنى أن القوي هو الذي يسمي الأشياء، أو بعبارة أخرى أن القوي هو الذي يفرض معانيه على الأشياء. إدوارد سعيد هنا انطلق من هذه المقدمة ونظر إلى المتخيل الغربي حول الشرق على أنه إرادة قوة، بمعنى أن الذي صاغ الشرق وفق المتخيل الغربي هي إرادة قوة، أو أن هذه الملفوظات والمفردات هي إرادة قوة زرعتها الإرادة الاستعمارية بوصفها إرادة قوة وليست رغبة في الموضوعية. إذن إدوارد سعيد أعتقد بأنه كان قارئاً ذكياً لنيتش، حيث أنه وظف هذين المستويين، مستوى فقه اللغة ومستوى النظر إلى الحقيقة، كما لو أنها إرادات نسيت. هناك نص شهير جداً لنيتش العديد يتغنون ويذكرونه، أورده في كتابه كتاب الفيلسوف ليفر دو فيلوزوف. هذا النص يقول بأن الحقيقة هي جيش متحرك من الاستعارات، وبأن الحقيقة يشبهها بأنها معادن ضاعت نقوشها، وكأن الحقيقة أو المعرفة الموضوعية بالتالي أن المعرفة الغربية حول الشرق ليست معرفة موضوعية، المعرفة الغربية حول الشرق هي نقوش مركزية. يعني نعم، هي 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 معادن ضاعت نقوشها، ونقوشها هنا هي إرادة القوة التي تريد للشرق دائما أن يكون في قاعة التدريس، تريد للشرق دائما أن يكون مستمعا، تريد له أن يكون ضعيفا خائرا واهنا. وبالتالي فما كتبه الغرب عن الشرق
لا يعكس الحقيقة الموضوعية، يعكس إرادة القوة التي صاغت هذا المتخيل وفق صياغتها. طيب قبل أن أكمل، هناك الكثير من التعليقات. أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب أظنه غادر. نعم، أنا في الاستماع. الأسئلة التي وردت في التعليقات، نعم، لم أستطع قراءتها. هناك بعض الأسئلة، ولكن لا تظهر لي كل هذه الأسئلة. سأحاول قدر الإمكان أن أعطي. أو السؤال الأول من عائشة مذكور، عائشة مذكور: ألا ترى بأن نبوءة نيتشه تحققت في ولوج المجتمعات الراهنة إلى نفق اللامبالاة وتعويم القيم وجعلها سائلة متماشية مع تقلبات الرأي العام؟ فإرادة القوة هي إرادة لإيروس أنتج مجتمع الهشاشة والثقافة. واضح السؤال أم أعيده أستاذ؟ إذا ممكن أستاذ عبد الوهاب، نجمع الأسئلة إذا ممكن، إذا مش موجودة يعني نكتفي به. إيه صح، هما حوالي 6 أو 7 أسئلة، أسألهم مع بعض أو أفضل السؤال. أفضل أن يكونوا مع بعض لأنه قد تكون تقاطعات بينهم، فنحاول أن اتفقنا. إذا سأطرح الأسئلة مرة واحدة ثم أجيب. صح، السؤال الأول عائشة مذكور: ألا ترى بأن نبوءة نيتشه تحققت في ولوج المجتمعات الراهنة إلى نفق اللامبالاة وتعويم القيم وجعلها سائلة متماشية مع تقلبات الرأي العام؟ فإرادة القوة هي إرادة لإيروس أنتج مجتمعات الهشاشة والثقافة. نعم. السؤال الثاني ريم محمد فوزي: صحيح، نيتشه امتدح الإسلام لأنه دين لم يرفض العبودية ولم يمنعها، وفي تلك الفترة قامت أوروبا بتحريض من البابا بمنع المتاجرة بالعبيد الذي كانت تمارسه في تلك الفترة الإمبراطورية العثمانية، وهذا بالنسبة لنيتشه عمل فظيع ضد فكره العبودي، ولذلك قال: يجب أن نتحالف مع الإسلام، ليس حبا في الإسلام بل لأن الإسلام يحقق نظرته العبودية للعالم. الأستاذة ريم قد طرحت الكثير من الأسئلة، سأقوم بسردها كلها. السؤال الثاني للأستاذة ريم: من أين استمد نيتش مثل هذه القسوة؟ ما هو منبع مثل هذه الأفكار الرهيبة السبعية الرهيبة، يعني غير واضحة؟ بول ديوسن واحد من أصدقائه المقربين قال إن نيتشه استمد أفكاره الوحشية من عمق ميتافيزيقي المظلم، يعني بلغة دينية من عمق شيطاني، لكننا لا نؤمن بالشيطان، وبالتالي فإن هذا العمق هو نفساني ذو منحى سكيزوفريني إجرامي. أيضا سؤال آخر لريم أستاذ ريم: نيتشه إجرامي بأتم معنى الكلمة، قتال الأطفال الصغار، يقدس الوحشية ويروج لها، وهذا التقديس تجدونه في فقرة فظيعة من العلم المرح بعنوان وحشية مقدسة، ويصور المشهد بطريقة إجرامية قمة في التعنيف والقساوة. نيتشه: تخيل رجلا يحمل، هذا تبدو فقرة طويلة سأعود إليها، لكن جملة أخرى. سأعود إلى تعليق ريم، أقرأ تعليق ثم أعود إلى تعليق ريم لأني لم أصوره كاملا. نور الهدى بكاي: من خلال تقديمكم لأساسيات فكر نيتشه الفلسفي، هل فلسفته عن الأديان هي منطلقة من دعوة العولمة إلى فصل الدين عن الدولة؟ سأعود أيضا الآن إلى سؤال الأستاذ ريم. تقول سأعيد قراءته: نيتشه إجرامي بمعنى الكلمة، قتال الأطفال الصغار، يقدس الوحشية ويروج لها، وهذا التقديس تجدونه
في فقرة فظيعة من العلم المرح بعنوان وحشية مقدسة، ويصور المشهد بطريقة إجرامية قمة في التعنيف والقساوة. تخيل رجلا نيتش تخيل نيتش تخيل رجلا يحمل بين يديه وليدا، فقصد قديسا وسأله: ماذا عساي أن أفعل بهذا الطفل؟ إنه بائس مشوه الخلقة ولا يملك حياة كفاية ليموت. فماذا أجابه القديس؟ والقديس يعبر هنا عن رأي نيتشه الشخصي، أجابه بكلمة واحدة: اقتله. هكذا بكل بساطة وليد مريض يعرضه أبوه على الحكيم فيقول له: اقتله. هل ثمة إجرام أكثر من هذا؟ أين قرأتم شناعة من هذا القبيل؟ وفي أي كتاب فلسفي؟ وللسخرية من قرائه فقد عنون هذا الكتاب العلم المرح، بينما هو كل شيء إلا أن يكون علما وأن يكون مرحا. إنه خزان من الجهل والقسوة والإجرام وكره الحياة. في تعليق آخر، هي تلح على موضوع، يعني على الإجابة عن هذا السؤال، أي وهي مصرة على الإجابة عن هذا السؤال. نعم، وهناك سؤال آخر مثل لا، هذا موضوع خلاص. هذه كل تقريبا طبيب نور. يا سلام، بس هذهم كلهم الأسئلة تقريبا. شكرا. الأسئلة التي ظهرت لي ومعذرة. طيب. شكرا على المساعدة على الإطالة، معذرة على الإطالة. لا العفو. طيب أستاذ عبد الرزاق، تريد الإجابة مباشرة أم نكمل المحاور وتدرج الإجابة ضمن المحاور التي اخترناها؟ والله خلينا نفتح للحوار، يبدو لي أفضل. هذا النقاش سيكون أكيد. نعم. نيتشي يثير الكثير من الجدل. نعم، بالنسبة إلى الأستاذة عائشة مذكور التي طرحت سؤال حول يعني ما سمته بالتعويم القيم، وهل هي انتصار لفلسفة نيتشي أو غيرها؟ لا أعتقد، يعني ربما الإنسان المعاصر، يعني الإنسان بلغة بعض المفكرين المعاصرين إنسان المتعية والنرجسية، هو في الحقيقة هو ليس الإنسان الذي يريده نيتشي. فالإنسان الذي يريده نيتشي هو إنسان القوة، إنسان الفيض الحيوي، إنسان الإنجاز، إنسان الفعل. أما الإنسان المعاصر كما نلاحظه اليوم فهو إنسان رخو بشكل أو بآخر. هو إنسان في الحقيقة أصبح المبدأ المحوري في الثقافة المعاصرة هو مبدأ المتعة، هو مبدأ البحث عن ثقافة الاستمتاع، هو إنسان الديمقراطية الأخلاقية كما يسميه البعض، هو إنسان ثقافة ما بعد الأخلاق. بينما لو جئنا إلى إنسان نيتشوي يتجول اليوم في أروقة الإنسان المعاصر ويرى هذه الصور، فلا أعتقد بأنه سيرحب بها ولا أعتقد بأنه سيقدرها حق قدرها. لماذا؟ لأنه أو ربما يبصر فيه على أنه الإنسان أخير الأخير أو الإنسان الناقص أو الإنسان العدمي. وبالتالي فالإنسان النيتشوي هو إنسان القوة، إنسان الحرب كما قلت قبل البداية: أحب السلام وسيلة إلى حروب جديدة، والسلام القصير أفضل من السلام الطويل. أنا لا أنصحكم بالسلم بل بالحرب ليكون سلامكم نصرا. إذن فهذه الطاقة الحيوية التي تقدر مشاعر معينة في الإنسان، وهي مشاعر القوة ومشاعر الإثبات ومشاعر الإنجاز، لو أننا قرأنا الواقع الإنساني المعاصر خاصة في هذا الإقبال وهذا الإدمان على ثقافة المتعة، ثقافة اللذة، ثقافة الاستمتاع وثقافة الفردانية الثانية، فنجد بأن هي ضديدة لما كان يريده نيتشه. ربما البعض ممن تحدث عن المرحلة التي نحن فيها وهي مرحلة ما بعد الأخلاق، يعني مرحلة نهاية الإلزام الديني ثم إنهاء الإلزام العقلي يعني في السلوك وفي الأخلاق، وأصبح الإلزام الوحيد الذي يريده الإنسان المعاصر هو الإلزام الذاتي، يعني البحث عن المتعة الذاتية الفردية الشخصية أو الشخصنة. ميزة القيم المعاصرة أنها قيم مشخصنة بمعنى أنها ذاتية، قيم الرغبة، قيم الاستمتاع، بينما قيم نيتش هي قيم جديدة. ولو أن إنسان نيتش جاء لقال علينا بكسر هذه القيم
وهي قيم الإنسان الضعيف الخائر الواهن، قيم الذي لم يعرف الحياة، لأن الحياة عنوان الحياة هو الإبداع كما قلت، وفيض الطاقة الحيوية، وليس الارتكاس وليس الإقبال على المتعة كما أشرت أو كما قلت قبل قليل. من أين استمد نيتشه مبدأ القسوة؟ هو يعني فكرة القسوة فيها تأويلات، يعني ليست بهذه، وقد أشار السائل إلى كتاب العلم الجذل، وهو كتاب سجالي، كتاب الذي أعلن فيه نيتشه ما سماه بموت الإله. هو الكتاب الذي أراد نيتشه من خلاله أن يلفت النظر إلى أن تواريخ الإنسان أو أن المفاعيل الحقيقية خلف الحضارة ليست هي مفاهيم العقل والتقدم كما كان يقول لنا كانت، وإنما مفاهيم أخرى هي مفاهيم العقوبة. إذن هنا نيتشه في كتابه العلم الجديد يتساءل ويقول: من الذي يهتم بتاريخ للجنس؟ من الذي يهتم بتاريخ للعقوبة؟ وهذه اللائحة التي اقترح نيتشه التأريخ لها هي التي أنجزها ميشيل فوكو فيما بعد عندما كتب تاريخ العقوبة، وكتب تاريخ الجنس الجنسية، نعم، لوسوسي دوسوا، وكتب لاكتيولوجي سافوار. وكأن لائحة الاقتراحات التي قدمها نيتشه للتأريخ لها هي التي أنجزها فيما بعد فوكو، وهذه يعني القراءة الإيجابية أو القراءة المثمرة لنص نيتشه، رغم أن فوكو لم يكتب عن نيتشه سوى نصين، نص مر احتفال يعني بمرور سنوات على وفاته، ومرة أعتقد إذا لم تخني الذاكرة كان حول جون هيبوليت، كتب فوكو على الهامش يعني حول، خصص له درسين فقط، ولكن المشروع كان منخرط في الإشكال النيتشوي من خلال نقد إرادة المعرفة، نقد إرادة الحقيقة وغيرها. إذن حتى أن بعض الروايات التي تتحدث على أن نيتشه في أواخر أيامه وجد شخص يضرب حصان فمنعه واحتضن ذلك الحصان، لأن هذا الموقف قد أساءه من الناحية النفسية، بعض الروايات يعني بعض من يقول. إذن فنيتشه لم يكن يعني يقصد تلك القسوة بمعناها الفج، وإنما كان يريد أن يحيي في الإنسان هذه الطاقة التي هي طاقة في الحقيقة أماتتها القيم العدمية وأماتتها ثقافة الانحطاط. فمن منا لا يريد أن يكون مبدع؟ ومن منا لا يريد أن يكسر الأسباب التي تعطله عن الحياة؟ نحن اليوم أصبحنا عبارة عن كائنات تعيش في قفص حديدي، استيقظ العمل أرجع إلى كذا، هذا القفص الحديدي لا يريده نيتشه، يريد أن يخترق الجدران، يريد أن ينجز جديد، يريد أن يعتبر بأن المعرفة هي عنوان إرادة القوة. متى نتقوى نحن اليوم في واقعنا خاصة في الجزائر إذا لم نكن نقدر المعرفة، وإذا لم نتوق إلى المعرفة كما يتوق الأسد الذي يتربص بفريسته؟ نحن المعرفة بالنسبة إلينا اليوم عبارة عن معارف متكلسة، عبارة عن معارف جامدة خامدة. نريد أن نكسر أيضا المعارف السائدة لأجل أن نربط المعرفة بالحياة، ونربط المعرفة بالإنجاز والإبداع. تبقى كما قلت تأويلات هذه لنيتش، إجرامي أم غير إجرامي. هناك من وظف فلسفة، وهذه تأويلات، يعني تأويلات أو تعسف في التأويلات. تجد بعض، ربما من نقرأ بعض مثل بعض المفكرين العرب الذين مثل علي حرب الذي قرأ نيتشه عن طريق جاك ديريدا، فكان قراءته لنيتشه عن طريق جاك ديريدا. فكذلك بعض القراءات التأويلية التي نجدها حول نيتشه قد تكون قراءات لتأويلات، يعني عندما نقرأ كتاب كارل ياسبيرز نيتشه صافي إسا بونسي أو انتخدكسيون على فيلوزوفي دو نيتشه، مقدمة إلى فلسفة، يعني رد لنا نيتشه قديس، وأن ثورة نيتشه على الدين وثورة نيتشه على المسيحية ليست ثورة أو نقد للدين، هو في الحقيقة يعكس ذلك الحب والتعلق الشديد بالمسيحية، ووظف اللاشعور من أجل يعني تحديد نيتشه بتصور آخر. إذن لكل نيتشه، هايدوغر له نيتشه، ديريدا، فوكو، الفترة النازية، يعني عديدهم لديهم هذه التأويلات لنيتشه. وبالتالي فأعتقد بأنه من الأجدى أن نقرأ النص من غير وسائط، ولا مشكل أن بالنسبة إلي أن نقرأ نيتشه وأن نحذف منه وأن نضيف كما فعل فرح أنطوان، كما اعتبر بأن ما هو إيجابي في نيتشه أنه يستخرج من وعينا لباب القوة والحماسة.
كما أيضا فيليكس فيرس، هذا آلية فلسفية منهجية سليمة، أن نحذف وأن أضيف، أن أستثمر منه ما أراه مهم. ولذا قال البعض بأن فلسفة نيتش هي الفلسفة التي يجد فيها كل مفكر ضالته. فرجل الدين ماذا يجد في فلسفة نيتش؟ يجد في نقد نيتش للعقل على أنه إفلاس للعقل البشري، وبأنه لا حل للإنسان إلا بالعودة إلى الإله، لأن نيتش ناقد جذري للعقل. والناقد أيضا والملحد يجد فيه نقده للدين، والاشتراكي يجد فيه أيضا نقده أو عفوا نعم الاشتراكي يجد فيه نقده للرأسمالية، بمعنى أنه نص يعني، وهذه هي سر النصوص، بمعنى النصوص الخالدة والنصوص التي تبقى هي النصوص التي لا تعتمد على الوضوح، والنصوص التي تتقن لغة المجاز ولغة الاستعارة ولغة الإخفاء ولغة الإشارة. هذه النصوص التي تقبل التأويلات هي التي تراكم حولها نصوصا أخرى، أما النصوص التي نجدها معبرة عن مفاهيمها بصورة فنجدها يعني نصوص محدودة. لذا فإن نيتشه من أكثر الفلاسفة تأثيرا، والذي دفعني إلى الاهتمام به في الماجستير أو في الدكتوراه هو لكي أعرف بنية الفكر الفلسفي المعاصر، وأنجزت أطروحة الدكتوراه حول امتدادات نيتشه في الفكر الفلسفي المعاصر في الفكر الغربي مع هابرماس وفوكو، وفي الفكر العربي مع محمد أركون وإدوارد سعيد. فهو نص أعتقد بأنه كل شخص يجد فيه ما يريد. نعم طبعا ربما يجب، لا أعرف إن كنت ستوافقني الرأي، لكن من يقرأ لنيتشه يجب أن ينتبه أيضا إلى تقنيته في إدراج الأفكار ونقدها في نفس الوقت. كثير من الأفكار تروج على أنها لنيتشه، بينما هي أفكار يقوم هو بنقدها. وربما خير مثال تلك المقولة الرائجة عن إذا ذهبتم إلى النساء فخذوا معكم الصوت. هذه الفكرة الرائجة على أنها لنيتشه، بينما حين نقرأ في كتابه نجد أنها قول لامرأة، ونيتشه لا يقول ذلك بطبيعة الحال. ربما توافقونني هذه الفكرة. هو كتاب هكذا تكلم زرادشت، يعني وكأنه كتاب ديني، فيه تعاليم، تعاليم حول المعرفة، تعاليم حول الإنسان، تعاليم حول أقبح العالمين كما يسميه هو، يعني منها المرأة التي كان يقول نيتش عنها أن المرأة وجد للرجل للحرب، ووجدت المرأة لإراحة المحارب. كان أحد الفصول الذي عنوانه يعني زرادشت، فكان حوار بين الرجل والمرأة على أنه لا ينبغي أن يتكلم الرجل عن المرأة إلا للرجل. ثم قالت له أعطيني تعاليمك حول المرأة، فكان يقول لها المرأة كما قلت الرجل للحرب، ووجدت المرأة لإراحة المحارب. ثم يتحدث وفي الأخير يقول لها هذه تعاليمي حول المرأة، أعطيني التعاليم حول المرأة. وهي يقول لها وأنت قد بلغت من الكبر خلاص وما كانش ولا والشباب، قالت أذاهب أنت إلى المرأة؟ لا تنسى الصوت إذن. وتجربة نيتشه مع النساء كانت تجربة، يعني هو لم يتزوج وكان قد أراد أن يطلب لودو سالومي وهي شابة يهودية روسية، فطلبها للزواج، رفضته وذهبت مع صديقه بولري أيضا وهو شاعر كان نيتشه قد تأثر بكتابين اثنين من كتاباته، الكتاب الأول وهو أصل الأحاسيس الأخلاقية، والكتاب الثاني عنوانه يقظة الوجدان. كان بولري هذا الشاعر من الذين وظفوا الداروينية في تفسير المشاعر الأخلاقية، ونيتشه قرأ هذا الكتاب وقال عن ذلك الكتاب أنه كتاب لم يوقظ في كتاب مثل ما أيقظ في هذا الكتاب من أفكار حول أصل المشاعر الأخلاقية. فهذه هي تجربة نيتش في شكرا جزيلا لك أستاذ. هكذا نكون قد قضينا تقريبا ساعتين ونحن مع فلسفة الهدم وفيلسوف المطرقة كما يلقب. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادة المعرفية، على هذا الصبر معنا، ممتنة بحق، سعدت جدا بهذه الندوة.
وأشكرك مجددا. شكرا استاذ عبد الرزاق، صراحه يعني انا استمتعت بهذه الندوه، اشكر لك، يعطيك الصحه، وان شاء الله نلقاك في ندوات اخرى بمواضيع اخرى، في سواء هنا في المكتب الرئيسي للمطالع العمومي عبد الرحمن بن حميده، سواء على اللايف او حضوريا بشكل شخصي، هي دعوه مفتوحه من المكتبة، سواء زيارة أو سواء بإقامة محاضرات. نتشرف بك اليوم وغدا ودائما، والشكر أيضا للأستاذة ربيحة حدود على إدارة هذا النقاش. أشكر أيضا المتابعين، أقول شكرا لكم، نلقاكم إن شاء الله في فرصة أخرى وفي ندوات أخرى، وتحية طيبة وأمسية سعيدة. السلام عليكم.